وصلنا لعملية التقويس، وعملية التقويس دي عبارة عن ان انا باخد العزق من فوق او السباطة او العرجون، انزله من فوق لتحت عشان ايه؟ عشان ما تنكسرش الايه؟ العزق او العرجون او السباطة. امتى بقى اعمل الموضوع ده؟ دايما بنقول من 6 لـ 8 أسابيع من عملية اللقاح، يعني شهر ونص لشهرين من عملية اللقاح. الجو بيختلف والدنيا بتتغير من سنة لسنة في المناخ. طب ايه العلامة اللي احنا اتفقنا عليها ان كل حاجة نديها علامة؟ العلامة بتاعتي ان الحامل بتاع الشماريخ لما يكون لونه اخضر مصفر او اصفر مخضر اعمل موضوع الايه؟ التقويس. لانه لو اصفر هيتخشب وفي التالي هيبقى صعب ويتكسر مني ساعة التقويس، وقبل كده وهو اخضر هيبقى لسه فيه نمو تاني بعد ما نقوسه فممكن يكسر مرة تانية. أعمله إزاي؟ بمسك الإيد أو الحامل بتاع السباطة أو العرجون أو العزق، باخده لتحت في صورة قوس، وأول ما يوصل لأقرب جريدة لي بقوم عملية الربط بالحبل البلاستيك، وفي الحالة دي يبقى أنا أجريت عملية التقويس. والفوائد اللي هي إحنا هنحصل عليها من إجراء عملية التقويس ان احنا لما بننزله من الزحمه اللي كانت فوق لتحت هيشوف الشمس، وبالتالي هيعمل لي عمليه تلوين جيد في الثمار ومنتظم، وكل الثمار في وقت واحد تتلون، وبالتالي برضه هيحصل تهويه فمش هيحصل لي اعفان ولا فطريات ولا امراض فطريه. وفي عمليه تانية مهمه ان هو برضه في الزحمه اللي فوق كان الشوك او النصل بتاع الخوص كان هيقبض فيه وهو اخضر ويعمل علامات، فلما اجي اسوقه هيبقى مشوه، وبالتالي انا هربت من هذا الموضوع. بالاضافه في 3 عمليات تانية هيتم بعديه، هو بيسهل الموضوع ده لان هتكون تحت الاوراق، فسهل جدا العامل يطلع يعمل عمليه الخف، وهيبقى سهل جدا في عمليه الحصاد.